السلام عليكم بهذا المقطع. واخيرا راح نوصل رانك 57. تشوفون حرفيا باقي لنا بس 900 اكس بي، يعني اقل من 1000. وانا اليوم ما سويت المهام اليوميه، المفروض عندي المهام اليوميه، فيب اليوم ضامنين ان شاء الله راح نوصل رانك 57. واهم شيء ارضى اشوف الجوائز، جوائز تستحق لو لا. بس قبل ما نبدي احب اذكركم للمرة الاخيرة، لانه هذا اخر يوم راح تقدرون تشاركون به، انا مسوي مسابقة على الانستا، فكرتها روح تتابع على الانستغرام رابطة بالوصف، وبالخاص تجيني بالخاص ترسل لي فيديو ضحكك، سواء ان هذا الفيديو يعني عن لعبة مثلا معينة، عن جينشن او ميمز عام، اي ميمز او اي فيديو ضحكك ارسل لي على الخاص مالت الانستغرام. وان شاء الله بكرة، يعني اليوم راح يكون اخر يوم، بعدها راح اشوف المقاطع، لانه شوي تأخرت لانه ردت اكو ناس يشاركون اكثر، فيب هسه حاليا صار كثير مشاركين، فان شاء الله بكرة راح اسوي المقطع. فيب لا تنسون هذا الشيء. وايضا يا شباب اشكركم على واللي هو 2700 مشترك، قربنا يا شباب على 3000، ومن هسه اقول لكم اذا وصلنا 3000 مشترك قبل ما تنتهي السنه، ان شاء الله اسوي لكم جيف اواي على حساب جينشن امباكت ثاني. صحيح انا مدللكم يعني كل يوم جيف اواي على الحساب وعلى الحرفين الديسكورد، انا بس الديسكورد مسوي فوق شقد، فوق الخمسه او ست حسابات منطيهن على الديسكورد كجيف اواي. فنشكر نشكر يعني اللي قاعد يشتغلون بالديسكورد الادمنيه الرهيبين. اوكي نروح للمهمه الثانيه، وينها؟ اوكي هنا خلينا ننتقل لها على السريع. وايضا يا شباب لا اوصل هذا المقطع 300 لايك قبل لا يعني يصير عليه يوم، يعني اقل من يوم جبنا 300 لايك، راح اسوي لكم بعدها بعد يوم او يومين راح انزلكم نفس اليوم مقطعين. فيب خلونا نشوف دعمكم، هل تريدون مقطعين او لا؟ فيالله ليتس جو. وها اللي متابعني على الانستغرام ومتابع ستورياتي يدري، واخيرا بنت، واخيرا كونسليشن الخامس طلع لي بنت اثنين، يعني مرتين واحد ورا الثاني، فهذا الشيء اسطوري حرفيا. بنت هو اصلا رهيب، وصار عندي كونسليشن خامس، سوى الالتيميت مالته اعطاني 3 ليفلات زياده. يلا على السريع بنتي، يلا يلا بساع. اوكي اوكي مات الوحش، اختفى بالاحرى مو مات. اوكي بما انه شخص سئلنا على ديلوك يا شباب منطي هذا السلاح، منطي هذين الارتفاكت، ارتفاكت عشوائية يعني مو من ست معين. هاي الوردة يعني ما راض عليها ان شاء الله غيرها، هاي همات ما راض عليها، يعني مو زينة اشوفها. هاي رهيبة، هاي مو زينة. فيب والارض يعني الملات التلت للمعلومة مو كاملات، يعني 8 7 7، فاكو بعد اريد اطورهن اكثر. اوكي يلا نشوف المهمة الثالثة وينها. اوكي هاي ياها. اوكي يلا على السريع نقتلهم. اوكي يلا يا اخي ديلوك ويا الثلج تفاعل الملت. اوكي على الرغم ما يستحقون انطمت، بس يلا ليتس جو. 47000 حلو. يلا نروح للمهمة الاخيرة، واخيرا يا شباب واخيرا. واو جد يعني صراحة لعبت هواي يعني صار لي جد من اول، يعني تقريبا ثالث يوم نزلت بي اللعبة، عن رماني من اول يوم يا شباب نزلت بي اللعبة اني نزلتها، بس تعرفون النت بالعراق طول، فتقريبا ثالث يوم لعبت اللعبة، يعني بعد 3 ايام من نزلت لعبت اللعبة، ولحد الان قاعد العب اللعبة صار يعني فوق السنة، تقريبا سنة وشهرين او 3 اشهر ما ادري صراحة. اوكي يلا على السريع نودي الاكل، اهم شيء يا شباب متحمس اشوف. شوف صراحة انا اعرفها، شبه اعرفها، اقدر اراويكم ليش هاي اللعبة، يعني اكو اشخاص قالوا لي لا يا اخي اللعبة رهيبة، اقدر اراويكم سوء الجوائز، يعني انا قص يعني مو اي واحد يقدر يوصل لهذا الليفل، بس اللعبة ظلمت. اوكي شريد بساعة، اي شريد من عندي يقول لي توك تو مان. اوكي اعتقد خلصنا المهمة. اوكي يلا اخر شيء على السريع نرجع نرجع الرسالة، ورسميا بعد ما نرجعها اعتقد راح ندخل لل57. ليتس جو. يلا بساعة بساعة. اوكي وصلت الاكل وخلصت كل المهمة، شكو مهمة تريد يعني خلصتها. ليتس جو وصلنا، ليتس جو، واخيرا رانك 57. هنشوف الجوائز على السريع
ديم والله من زمان ما شايف هاي تلمع هيك يعني. صافي يقول لي تاخذ. اوكي خلينا ناخذ اول شيء هذين الجوائز. اوكي يلا على السريع ناخذ ايضا الاستكشاف نرسل بعد. اوكي على السريع بسرعة راح نسويها يا شباب. خلينا نشوف الجوائز يعني ان شاء الله زينه. بال 56 جوائز كانت كلش مو زينه. فنشوف 57 بلكت يعني بلكت الشركة تحترم لاعب صار له فترة طويلة يلعب. يلا بسم الله نشوفه. فقد جوائز يعني صديق يعني يعطيني 150 برايم وانا وصلت 160 يعني. اوه ديم يا اخي والله اللعبة خلص صراحة. يعني الشخص قد لازم يلعب على مود يخلص او يوصل لهيك مرحلة. اوكي نشوف بعد شد ينتهي الحدث. لازم العب. اوكي لازم اخلصه. اوكي يلا خلنا نسحب الوشايات اللي حصلناهن. كاي ما اقدر اسحب هنا انا. خلنا نسحب هاي على اساس راح يطلع شيء. يب كالعادة يعني كالعادة تتوقع من اللعبة هاي. يب يا شباب لهنا وصلنا نهاية المقطع. اتمنى عجبكم المقطع واخيرا وصلنا 57 ونشوف ايش قد راح بعد ايش قد. يلا نوصل 58. فلا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة ونفس ما قلت اليوم اخر يوم للمشاركة بالمسابقة. ويب مع السلامة.